السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو، يوم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد مع قناه فوزيه وبناتها. مرحبا بكم معنا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نسجلوا فيديو، غادي نعملوا طواجن على حق طريقو بالقوق والجلبانه والبرقوق مع السل ونشمش ان شاء الله تحت طلب المشاهدين. وين الحبيب ديالي؟ يلا خليكم معنا تابعوا الفيديو وتابعوا، حنا غنعملوا هذا الفيديو غنعملوه عائلي ان شاء الله. يلا خليكم معنا. ايوا الحبيب ديالي، خلي لقيتوني انا راه كنقطع في البصل خلطه قشرته وخلطه وكنقطعها. كنديروا جوج التحضيرات، غادي نزيدو العافيه، غادي نديرو على الجوار ان شاء الله. ايوا كل واحد هو خدام. هذيك راه طلعت لوبيا، غنديرو السلاطة مع غادي نديرو السلاطة مع الطاجين ان شاء الله. يا المهم غادي نعمل هنايا باش نضبط شغلي. غادي نحط بعدا الطاجين الشحة وعاد نبدا نقشر في الحوت ان شاء الله. ايوا نمشي نجيب الطواجن الحبايب. بسم الله يا ربنا بسم الله ما بركتينا. اول حاجه غادي نعملها هي عشر من اللحم، عشر منو، وغادي نحطو في الطاجين. وراني غادي نزيد بالعافيه الجمر، غادي نحط تي الشحه، ومن بعد غادي نمشي نقشر البوق. المهم تسمعوا معايا، انا ما غاديش نحبس الفيديو، غادي نخلي داكشي على طبيعته. السلام عليكم مشاهدينا كامل، لاباس عليكم؟ بخير كلشي مزيان؟ ايوا بديت الفيديو بلا ما نقول للمشاهدين السلام. قلتيها وقيله في الاول. ايوا قلتيها، ما نفقد الذاكره. راجلي مسكين، هو اللي خطاك عليا. شعلوا مجمر، اللي خطاك عليا. السلام عليكم. الو خي حمزه. حمزه سلام، كيتعاود انا بخير. واش دير معايا التكال؟ ضروري، انا جيت نصلي باش نبادر معاكم. يلا جيب البريكه. ها هي ما تسالش. سلام. 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 سلام.
السلام عليكم. لاباس؟ لاباس عليكم. مزيانة بخير. كنتمنى تكون في أحسن أحوال إن شاء الله. سمحوا لي الصوت ما عندي شي. لبسي سنباتك كاع بنتي الأخرى كحلة الأخرى. الحميطه جبتو مع هاد اللحم مع الكزه فرشو الطاجين طلقوا ديك البنه فرشو ولكن ما درتش الزيت بزاف لا صافا شعل ما عرفتش بلي ميكا ما جبتوش ولا الفرشيه شوفي لقيتي شي فرشيه لداخل بريكه جاب الحمزه شي جيبه شي جيبه هاد الحميطه عطاو من الكزه مع اللحم اليوم ما فاش خديك البن هيك حيت انت ماشي عايز الزيت بزاف شحال من راسك يعمل البن عادي انت ماشي الزيت يلا غادي نعمل هاد العيش ايوا الحبيب ديالي عندي في المقادير غادي نحتاجو شويه د الملحه شويه د الزعفران نمرعوهم شويه ديال الابزار هاد الابزار عندنا مخلط بزار سبنجبير خرقوم القرفه شويه ديال راس الحانوت والسبيسه والعروض المسائيه المهم حنا عندنا كنديرو العطريه مخلطه حنا في العائله ديالنا ماما ولفتنا نعملو العطريه مخلطه من الصغر ديالنا ملي تزوجنا مشينا للديور ديالنا حتى حنا بقينا كنعملو بحال هكا كنشبر العطريه كنشري ربعه من حاجه كنخلطو يا سلام وكنخلي شويه يعني كاينه بهاد الوصفات يعني غادي نحتاج فيهم مثلا يبزر بوحده ولا ملحه بوحده فهمتي ملحه علاش ملحه تضرب والله زعما زعما ما فهموني يبزر بوحده ولا سكينجبير بوحده ولا خرقوم بوحده فهمتوني المهم انا ما نخصنيش ندير داك الشيء بزاف العود خصني نقلي ما نديرش الزيت بزاف انا دايره شي حميطات ايوا غادي نزيد ليا شويه ربيع ربيع الحوايج شويه ايوا نبدا نخلط 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 اساسا باش ندير تجبي شويه الماء باش ندير الماء شويه سيري غزالتي سيري حبيبتي سيري عزه سيري انا عزه بصح مجيدة أنيسة وانا مصطبعة نبقى نصب انو القميص ديالي وانا مصطبعة نبقى عالف قالو يا تحياتي ولاتي نفرشو شو عم فرشو فوق الشحيميطات عندو شي دبصال انتوما حبيب ديالنا عندو شي دبصال شنو سلمى اجي دخل في الكره ديالكم ندخل هنا نلعبوا بها وهذيك تجي من واحد ديالها نلعبوا بالكره اجي نوريكم كيفاش اجي هنا هكا دخل واش نسيب واحد دابا هو هنا بلاتي هو يسالي واش عرفت لا غير هضره ما كاينش هضم قال السكيطات هنايا هذاك السديك ولا ماش كيخون الحيمات ديال الملج واعرة فتية تقولو زعما مطيبش أنا كنت غنديرها الصراحة كنت غنطيب في الكوكوط ملي شفت اللحمة هكا فتية وزوينة قلت غنطيب لي في الطاجين علاش غنديرها في الكوكوط أنا لا 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 لا
من ديا خنشان باش تجي يلا شحال عندك تحرق يدك هذاك ما كنظنش يزمن هذاك هذاك جوج في خيرات كنظنش ديك جوج في خيرات عايز ندولوه ما نعرف ضمنت بسم الله قشره
ولكن تبقى شنو غادي نديرو فيها؟ اللي درناها تبقى الحامض باش ما تبقاش. وشو تحطو؟ من الحامض قبل الحامض. فهمتيني؟ اه. مش باين في الماء، فهمتيني؟ الحامض. من بعد باش تلقاو واقيلا شوية هاد تحطو. لا لا، خلاص شوف واش كاين شي حامض الأخر. شوف واش جيبوها من الثلاجة هويا عرفتي باش كنسلقوه و كنديرو و نعمرو البرمة بالقوقو و كنسلقوه بالملحة كتقطع الشعر هادي هادي كتقطع تردي بالملحة ويا ندخلها نسلق ثلاثة قليتو دورتيناش كنت فضالة و انتي كتدي فيها النص اه مديش فيه النص هداك الشعر اللي فيه حيدولو انا مش عارفه القاق 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 ولا البرد صوت ايوا انتما يا الحبايب ديالنا واجنت تحت الطلبيه المشاهدين هذا الطاجين دابا الطبق المجبر الخدمة ديالنا زاد دابا يعطيكم الله الصحة يا فضلي مساء المشاهدين ديالنا الطاجين ماشي ديالنا الريحة مزيان شوفوا طويج النهار باقي دابا غادي يبدا يتقل كما كتشوفوا راه كيبان الدنيا لا ما نقولوا الريحه ديالو شي حاجه روعه دابا الحال كتسحبنا حاجه روعه بسم الله
هو كيكمل الطياب ديالو في هذا الجبنة كيكمل الطياب ديالو غير ما غادي يجي الدرجة. وأنا كنمشي نعسل البرقوق ومشمش اللي كيكمل هو الطياب ديالو. أنا نمشي نعسل القوق واقيلا عزملو له دابا وياه. خليك دوك وقيلا كيجي حسن لا 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 الطواجن ديالنا راه وجد صراحه الله ما كنسخوش بكم كنبغيو نبقاو معاكم في فيديو دابا طبعا على حقوق طريقو كما شاهدتوا معنا طيب لها على الجمار نتمنى لكم فيديو صراحه الله جزات تبارك الله جزات حقا يصوم وعاد الطبيج لا طيب معها حتى وجد الله زاد مشى المرا دابا نوريهم الطواجن بسم الله شوفوا الحبايب ديالي تبارك الله ما شاء الله الطواجن شحال غزالين هذا الخطر المشاهدين ديالنا تحت الطلب ديال المشاهدين ها انتم الحبايب ديالنا بالبرقوق والمشمش مع السلام ما كرهتكمش كون كنتو جالسين معانا تبارك الله ما شاء الله الله يخطيكم علينا ايوا الحبايب ديالنا الصراحه الله ما كنسخوش بكم ولكن هذا هو القانون ديال اللعبه اللعبه كما كنقول لكم هاك اختي بسم الله ايوا حنايا معانا وين بسم الله بنتي قرب تاكل قرب اجي تاكل عاود اجي حبيبي تاكل ودا اكلات قبيله بسم الله عيطوا لنا ما تقوليش واش تاكل أنا بسم الله صراحة الله ما كرهش يكون المشاهدين ديالنا هنا خاطر ترى على حق وطريق في المذاق طوقوق وجبانو مع طيب على الجمار كما شفتو قسم فيه واحد البنة خطيرة واعرة فيه الزنجلان الخبز الخبز عجناها بالزنجلان وحبة حلاوة بالنافع جات واعرة انا دايما الخبز العيد كنعجنوها بالنافع وحبة حلاوة على جديد معي. تبارك الله علينا ما شاء الله يخطيكم علينا المشاهدين شوفوا اللحم واللحم انا كما قلت لكم اللحم فتية طابت غير على الجمر كما شفتو وجات فتية انت طايبة واعرة الفلفل على جديد
هو الحبيب ديالنا. كنتمنى يا ربي الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نكونوا خفاف على قلبكم، نكونوا خفاف على القلوب ديالكم، وشكرا بزاف على الكومونتيرات ديالكم الزوينين واللايكات والجيمات. واللي باقي ما اشترك معنا في قناه فوزيه وبناتي اشترك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ما تنساوناش مشاهده كامله، كومونتير زوين كل لايكات الاخوه، لايكات اللعيبه كما تقولوا ماما اللعيبه ليبا 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 لي